نروح لموضوع تالت يا فارس، نروح لموضوع تالت. تالت ازاي تاني؟ موضوع الافيهات بتاعت مرجان مأثر جدا مع كابتن مدحت مكمل معاه، ولكن يمكن برضو في حاجات كانت على سبيل الافيه. كابتن خالد الغندور اللي بيتكلم عن إصابة علي معلول، تمام، أنا ما عنديش مشكلة إن أي حد يتناول أي حاجة، لأن ده طالما في إطار المعلومة أو الخبر ده طبيعي، وفكرة المنافسة هي قائمة إن بعلق على الأندية، ده برضو أنا بشوفش فيه أي غضاضة، ولكن لما علق هتكلم وأقول إيه. نشوف كابتن خالد الغندور قال إيه على إصابة علي معلول، ونرجع نعقب تعقيب مهم جدا. نرجع تاني للنادي الأهلي اللي بيغيب عنه علي معلول، واللي كان مستاء جدا وزعلان جدا وسافر، طبعا خد باسبور وسافر عشان يتعالج في تونس ويقعد فترة التوقف بتاعة منتخبات أفريقيا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في تونس، وبلغ الكلام ده للجهاز الفني والإداري، وكابتن محمود الخطيب فتح تحقيق في هذا الموضوع، ان يعني ازاي علي معلول بعد كل الوقت بعد كأس العالم للأندية يقعد يتعالج، وبعد كده يا جماعة تخيلوا نزل الملعب واصيب مرة اخرى، يروح يعمل اشاعة يكتشف ان عنده تمزق 3 ملي. خرجنا من اطار المعلومات الخبرية اللي في الاول، معلول هيروح فين ووضع اصابته ايه، لفكرة مناقشة حاجات داخل النادي الأهلي أصلا لم يعلن إن هي إذا كانت حدثت بالشكل ده أو لا. وهنا الاجتهاد بشكل في تصدير أزمة، وفي إن مشاكل طبية للاعبين، وفي دايما محاولة التربص بالنادي الأهلي كما اعتاد كابتن خالد الغندور، ولكن دايما بتيجي الردود صعبة جدا. بص، هو احنا دايما الكابتن خالد غندور من حظه إن دايما بيلاقي الردود من برانا، يعني لو احنا اللي بنرد هيبقى الأمر أصعب. متمرس. فنطلع نشوف تعقيب طبيب المنتخب التونسي على إصابة علي معلول اللي الكابتن خالد غندور بيتكلم عنها إنها أثارت أزمة في النادي الأهلي، وإن كابتن محمود الخطيب فتح تحقيق بسببه. نشوف الفيديو. هل هي كان في إصابة أخرى وزادت، ولا هي الإصابة الأولى وده الميعاد الطبيعي ليها؟ هي إصابة الأولى، هي دي رجعت، بس ما رجعت بالطريقة اللي كانت عليها الأولى، رجعت شوية خلاص، ومش ما كانتش في خطورة، وما تكتشفش معناها طلب وقت اكثر من اللزوم. هل حضرتك يا فندم كنت متواصل مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي؟ ايوه، هو كله اتفاق بيني وبين جهاز النادي الاهلي، هو اللي كان فيه معنا اتصال على اساس انه بما انا في معسكر المنتخب التونسي حيصير من يوم 19، ولذا قررنا ان احنا بنديله قلنا نبداو نكمل العلاج اللي بدينه في النادي الاهلي، وان شاء الله ثلاث اسابيع اخرين يكون علي معلول موجود. يعني معنى كلام حضرتك ان حضراتكم في تواصل بين حضرتك وجهاز النادي الاهلي، وانتم ماشيين على برنامج واحد، يعني لا يوجد اي تقصير؟ يعني هو بالعكس، احنا اسمنا متواقم على ذمه علي معلول، معنى الطاقم المصري والطاقم التونسي، لاعبينا اللي ينتمي الى المنتخب والنوادي، احنا دائما باتصال بدون اصابات، معنى اطمئنان على صحه اللاعبين، لما تكون في اصابات معنى نتناقش بيننا حتى على طريقه العلاج والكيف معناها تصير الحاله الجايه، ودائما ان شاء الله معناها موافقين مع اللاعبين بتاعنا. هل حضراتكم اللي فضلتوا ان علي يكمل العلاج هناك، ولا علي اللي فضل ان هو يكون موجود ويكمل العلاج مع المنتخب؟ ولا هو اقتراح واتفاق بيني وبين طبيب النادي الاهلي، لان علي معلول في تلك الحالتين سياتي الى المعسكر اللي سيكون معنا في تونس يوم 19، ولذا قررنا بما انه معناها بدايه العلاج احنا ناخذ نفس العلاج اللي قاعد يقوم به في مصر نواصل به في تونس، وبحول الله ما فيش مشكله، معناها بيناتنا اتصالات وعادي يرجع لمصر قريب ان شاء الله. اعتقد الراجل جاوب على كل الاسئله اللي سالها الكابتن سيف، اللي تقريبا كان سمع الفيديو ده من حد من الاعداد تقريبا بعته له، والكابتن سيف ساله كل الاسئله اللي طرحها الكابتن خالد الغندور، واضح جدا الردود ان الامور ماشيه بالتنسيق بين النادي واللاعب، بين الجهاز الطبي في النادي الاهلي والجهاز الطبي المنتخب تونس، وان ده مش اول تنسيق بيتم، والامر حتى في عدم وجود اصابات بيكون في تواصل بين الجهاز الطبي في النادي الاهلي والجهاز الطبي المنتخب تونس، باعتبار ان علي معلول متواجد في النادي الاهلي. فاعتقد الرد مش جاي من عندنا، الرد جاي من عند الجهاز الطبي لمنتخب تونس. فاعتقد يا كابتن خالد كده
بقى عليك كتير للأهلي خط أحمر.